الحقيقه نحب عندي ضيف راه جبته معايا ما نحبش وقتاش نعديه توا تحب ولا بعد طبعا شويه طبعا الضيف هذايا زاد راه جبته بالمناسبه هذايا بطل العالم خليني نقول لكم 8 مرات باش يوريك التونسي قداش يموت على التحدي بطل العالم 8 مرات حتى حد مصرف عليه مليم يصرف على روحه كي يمشي يتحول الى الخارج تو تشوفوه بلدان العالم زارها يحمل معاه العلم علم تونس هو يهز العلم قبل المقابله هو يزين الصاله ثم ينتصر ويعود بالبطولات ثم بنفس المناسبه جبنا معاه ولايه صغير يعني راو تونس ديما شباب على الدوام وتونس ديما سايره قدره الاله نحو الطريق الصحيح أكيد. ان شاء الله يا رب نستقبل عصام البرهومي بطل العالم في الكينج بوكسينج وعلاء الدين لعب يدي ابطال تونس طبعا اذا ضيوفنا عصام البرهومي بطل العالم وعلاء الدين العبيدي مرحبا سي عصام مرحبا علاء صغرون علاء مرحبا بكم عصام انا نحب نبدا معاك اكيد اللي حدث في تونس هذا الاسبوع اللي مرينا به اسبوع صعب انت كرياضي شو تنجم تقول للتوانسه وللشعب التونسي وللسياسيين كلمه من اجل تونس الغد وتونس الامل وتونس غدو والله حاجه توجع القلب صراحه تونس انا سافرت برا ولعبت برشا دي كومبيتيون دي كومبا معناها ديما نضرب تونس ديما بلادي نضرب عليها بالبوني يعني كي نشوف شنو صاير في تونس تو شيء قلبي يوجعني يعني كلمه نحب نقولها للتوانسه معناها اللي صار الجمعه هذيا ماضي ما عادش يصير خاطر تونس بلادنا الناس الكل لازمنا نكون اليد في اليد لازم نحافظوا على تونس لازم نحافظوا على مستقبل تونس لازم نحافظوا على اسم تونس قدام العالم الكل لازم زاد نوصل ميساج للسياسيين الكل لازم نخموا في تونس مستقبل تونس اكثر من نخموا في الكراسي والمناصب اكثر من نخموا في تعاركوا على حاجات تافهه لازم نخموا في مستقبل تونس سيرتو البطاله البلايص المهمشة معناها كيما سيدي بوزيد كيما القصرين كيما سليانة كيما برشا مناطق ريفية لازم نخمو في التنمية نخمو في الاقتصاد نخمو في باش ننهضوا في تونس على المستوى الاقتصادي على المستوى التكنولوجيا على المستوى الإعلام في كل شيء لازم نصلحوا برشا حاجات هذه الحاجة نخمو فيها أما باش نوصلوا معناها باش توصل حكايات فيها اغتيالات وحاجات معناها باش نمسخوا صورة تونس قدام العالم كل تونس اللي كانت اسمها معناها بلاد السلام وبلاد الامان تو باش تولي تونس معناها بلاد الفتن لازم نكون اليد في اليد الحاجه اللي عجبتني زاده في تونس سرتو في النهارين هذا الولاد الحوم الكل خرجت باش تحمي الممتلكات الكل معناها ولينا يد في اليد مع الامن والبوليسيه باش نحميو الممتلكات سرتو ميساج للسراق المجرمين عيب معناها عيب نوصل نستغلوا ظرف معناها تاع ظرف صار تاع فتنه معناها باش نستغلوا باش نسرقوا محلات باش نكسروا ونعملوا نقولوا عيب عليهم فهمني وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي يحمي تونس ويحفظها سي المنصف شو سؤالك الاولاني سي عصام اللي نحب نركز عليها ولو راي تونس كلها معناتها كلها جزء لا يتجزا من كلها تونس انت من مواليد شنو من وين مولود بالضبط انا في جلمه وليد سيدي بوزيد صحيت ولد سيدي بوزيد هو سيدي بوزيد اللي تنتج الابطال نحب نعرف عصام كنت انا قبل ما تدخل انت واسمح لي عبد الرزاق باش قلت فيك كلمه قلت كنت تحول الى العالم وحتى حد ما عاونك والله انا مارست برشا فنون برشا انواع من فنون القتال وكنت منضوي معنا تحت الجامعه التونسيه للجودو الجامعه التونسيه للكونغ فو وشو الجامعه التونسيه للكيم بوكسين ثم دي كومبيتيسيون لعبتهم تحت الفيدراسيون سورتو في العهد السابق معناها عانيت برشا من معناها من الفيدراسيون هذوما سورتو انا نحب نلعب لي كومبيتيسيون نحب نلعب برشا دي غالا نحب نلعب نعمل حاجه ما عملها حتى حد فهمني المشكله ساعات تلوم الجامعه المسؤولين وما تنجم تزيد تلوم وزاره الاشراف فهمني خاطر وزاره الاشراف تشوف انت بيدجي تاع فيدراسيون تاع كيك بوكسينغ تاع كونغ فو ما تتجاوزش 50,000 دينار
50 ألف دينار تنجمش تخلق لك بطل عالم، خلي باش تنجم تكون لك فريق كامل، فريق معناه ايكيب ناسيونال كامل تنجم تخلق لك بطل عالم. لكن انت ها وحدك بمجهوداتك الفرديه وليت بطل العالم. الحمد لله. كيفاش؟ وحده. يصرف كيفاش؟ هذا السؤال المطروح. انا مارس في 7 و8 اختصاصات. بربي هو يتكلم، كان تسمحوا لي، هو يتكلم على روحك. وهذوما كان تاخذوا لي واحد منكم ياخذ لي هاي البطولات نتاعو. البطولات اللي تحصل عليها على الشاشة. خذوا لي بربي كان تنجموا هاي البطولات نتاعو. كمل تكلم انت على روحك. عندي 197 مقابلة. خذوا لي هذوما البطولات، معناتها زوز اوراق. زوز اوراق هي البطولات. هي البطولات تاع عصام. منهم 177 فيكتوار وعندي 47 كاو. عندي 196 مقابلة. بارك الله فيك. هذوما ابناء تونس، هذه تونس رايش تنجب، ما تشوفوش كان السلبي، ما نشوفوش ما مضى في هذا الاسبوع او في الفترات السابقه وان شاء الله ما عادش يتعاودوا، لكن ايضا هناك اشياء مشرقه في تونس، ويبدو لي انه عصام البرهومي شيء مشرق في تونس، راهو التوانسه ينجموا يحققوا برشا حاجات كبيره برشا. على كل خلينا نشوفوا سي المنصف سي عصام، نشوفوا بعض الصور اللي تخص عصام البرهومي في هذا التقرير الصحفي ونرجو. صوب عليها سهمة وصابها بالنبال، واليوم دوا اللي ربطهم في الحمار بالحبال. وطبق عليه قبضتي واركبه لا محال، وعلمه الادب وفهم كلمة تعال، وين ما فهم القرد بشرد في الجبال. وبرسل عند مستهتري لجنوب السنغال، بعيشهم هناك بين القرود في الادغال، واخلي والي اذا شاف شمبانزي غار. للسياسيين نقول اعطيونا شويه استقرار بركه، تشوفوا التوانسه شنو تعمل، تشوفوا كيما عصام البرهومي شفتوا الصور اش قاعد يعمل، اعطيونا شويه استقرار، اعطيونا شويه اطمئنان فقط، اعطيونا تشوفوا اهل الثقافه اش يقدموا، اهل الفن اش يقدموا، واهل الرياضه اش يقدموا، اكيد راو برشا كفاءات في تونس وبرشا مواهب في تونس، يكفي قليل سي المنصف من الاستقرار ومن وضوح الرؤيه السياسيه، من وضوح المستقبل. هكاهو مانيش طالبين، ما قلناش راهو نوليو تونس في المراتب الاولى في العالم نحن الاولانيين، لا اعطيونا شويه استقرار، خليونا نمشي واحده واحده. اكيد انه في تونس راهو شبابنا واطفالنا وكهولنا والله نحقوا اهداف كبيره برشا، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، وهذا راهو مش غريب على توانسه. انا نحب نمشي لعلاء الدين، شفت التصاور تاع اي، قول لي انت شنو باش تعمل لنا؟ لازم نعمل سبيكتاكل وبطل العالم. ترانيت عن تعالى. وين ترانيت؟ ترانيت عن تعالى وترانيت عن عصام عن عصام. انت اسمك؟ انت اسمي علاء. معناتها ترانيت عن تعالى انت؟ علاء انت رانيت روحك؟ لا انا ترانيت عن عنده في واحد الممر نتاعو اسمه علاء. اسمه علاء واحد اخر. واضح انت علاء الدين. ترانيت في فرنسا في بوبيني عند انترنور اسمه فلافيان، ربحت 3 كومبوات، ربحت واحد مغربي واحد جزيري، زوز مغاربه واحد جزيري، ولعبت كاراتيه وزدت عملت كومبا صغيره، ترينيت شويه وترينيت. باش تولي لنا بطل كبير. ها شكون المثال نتاعك؟ والده كان حارس مرمى ممتاز في الترجي الرياضي. شكون المثال نتاعك، المثل الاعلى في الرياضه؟ شكون؟ نتاعك انت اللي تحبه. كيما شكون تحب تولي؟ نحب نولي كيف سي عصام بطل عام، بطل نوصل يعني بيه. وعندي
نحب نوري كيف سي علي اللي رانيني، اما اكثر نحب نوري كيف سي عصام خاطر بطل العالم، نحب نوصل كيفه بطل العالم. ان شاء الله ربي يوفقك، واكيد يا علاء تجي اذا تثابر واذا تواصل وتوصل وتحقق كل الاهداف. شنو هو عنده تو كي يدخلوا له في الفيسبوك باش يبدا يعرفوه، ما يلقاوش علاء العبيدي، يلقاو علاء تراكس. علاش سموك تراكس؟ علاش تراكس؟ خاطرني كل ما نلعب كومبو ما نخسرش حتى كومبو هذاك عليه. ما نخسرش حتى كومبو، كوش كومبو عادي، حتى كومبو عادي ما نخسرش. ما يخسرش. سي المنصف سموها تراكس، سموه تراكس. خاطر لأنه ما يخسر حتى مقابلة. هذه هي الطفولة نتاع تونس، هذا هو المستقبل. على نرجع لعصام البرهومي، نقول له ما المستقبل؟ شو اللي عندك جاي؟ قبل ما نحكي على المستقبل حبيت نقول فكرة. أول حاجة أنا عندي 19 لقب عالمي، منهم 9 مرات بطل عالم، 10 الألقاب الأخرين فيهم ميدالية فضية وبرونزية. أنا الوحيد في العالم اللي شامبيون دي موند في 6 ستيل ديفيرون، اللي هم الكونغ فو، لا ماما، كيم بوكسين، الكوان، الوزيكان بيدو، وال وانا واليوم ما والكيم بوكسين لايت. ما ثم حد في العالم بطل العالم في 6 اختصاصات هذوما في نفس الوقت. الحمد لله معناها عملت الانجاز هذا ما عمله حد في العالم. انا توا في المستقبل ما زدتش نكمل كاريري ان شاء الله، مانيش باش نوقف، ما زدتش نزيد برشا القاب لتونس. انا من صغري نحن نحب نعمل حاجه ما عملها حد. نحب نخلي اسمي في التاريخ، نخلي بصمه في تونس وفي العالم الكل، اللي نحب نوصل مساج للعالم الكل اللي تونس قادرين باش نجم يعملوا معجزات. انا توا لاول مره في تاريخ تونس باش نعمل رياضه تونسيه باسم تونسي باللغه التونسيه، كيما موجودين البوكس فرونسيز، بوكس امريكان، بوكس شينواز، يعني شو الفرق؟ بوكس تايلانديز، باش نعمل سبور اسمه بوكس تونيزيان. على مستوى التسمية فقط، على مستوى الحركات لا، مستوى الحركات سي ديفيرون، معناها مش باش نقلد حتى شيء من الستيل الاخرين، معناها باش نعمل فلسفة جديدة في الفنون القتال باسم تونسي، وحتى الاسم الحركات والاسم لي موفمون الكل باللغة التونسية. واضح. داكوردو، حتى اللباس نتاعها باش نمشي على اللباس التقليدي التونسي. تونسي. فهمني؟ السراول العربي. هذوك باش نعمل فيهم ديزاين حلو، فهمني لي فيست من فوق كيف كيف بيلاستيكي كيما الكيمينو الجابوني. الاسامي كيما اسامي لي موفمون تاع لي جابوني، مثلا جياكو تشوكي ولا مايجيري ولا ماوشيجيري، اسامي درجه يابانيه. الله راكي مش نحكي انا معنا بلغتنا التونسيه كيما بوني يسار بوني يمين مشتى اللوطا مشتى الفوق، هذه الاسامي اللي احنا نحكيو فيها بالشعب التونسي. الدراسه اللي عملتها هذيا جيت نشوف الاولاد الصغار كي نبدا راني انا في الكلوب نتاعي. الولاد الصغار كنت نعلمهم في الاسامي اليابانيه، يبقى لك بالعام بالعامين شوفي كابتيها الاسم شو ما كابتيهاش. صحيح. بار كونتر كي نحكي معاه باللغه التونسيه بلغتنا احنا، الموفمون كابتيها فيسح. واضح. ولات النيفو يتحسن فيسح فيسح. كي نحكيو بلغتنا. معقوله برشا. ولا حكي. الحمد لله نجحت الحكايه هذه، وعملت مع بليس جروب عندي صاله من الشامبيون، منهم باش نطلع منهم على الشامبيون في الحكايه وبراتيكون في الحكايه هذه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه في المستقبل عندي دي بروبوزيسيون بور لي فيلم داكسيون. On va lancer les films d'action في تونس. باش نوضحوا. وي ثم جاتني بروبوزيسيون بور ان فيلم داكسيون او فيلم تاع حركه في تونس. تونسي. باللغه التونسيه كيف كيف تونسي. والطاقم الفني تونسي اجنبي. كل شيء تونسي. كل شيء تونسي. فهمني. برافو. علاء الدين، شو مشاريعك المستقبليه؟ ايش عندك في القريب العاجل؟ نترن على روحي نقرا. ان شاء الله ربي يوفقني ونطلع بطل كيف ما قلت كيف سي عصام، وان شاء الله نطلع نقرب القدا باش نولي حاجه كبيره. ان شاء الله ربي يوفقني. كلمه اخيره من علاء ومنك انت قبل ما تغادرنا، وان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله دائما من نجاح الى نجاح، واكيد انت هذه فرصه مصافحه اولى، واكيد انه باش تزورنا مرات اخرى، وان شاء الله نحكيو وقت يكون هناك مباريات باش تخوضها، وان شاء الله للحديث بقي نخلي لك الكلمه. كلمه بالنسبه للرياضات بصفه عامه، احنا باش نجموا السبورتيف باش ينجم يكون الاول في العالم، لازم يكون عنده طموح باش ينجم يوصل القمه. اذا انت ما عندكش طموح باش تولي بطل العالم، عندك طموح باش توصل بطل العالم، راك تنجم توصل بطل العالم. احنا بالنسبه للفوتبول مثلا كره القدم مثلا، صحيح ظروف البلاد صعيبه وكل شيء، مي كي تبدا ترافاي اون جروب ويبدا كل جوار عنده بود باش ينجم يحب يولي يوصل احسن جوار في العالم،
نجم يوصل يهز الكوب دافريك. لازم نحلموا باش نهزوا كاس العالم باش نجم نهزوا كوب دافريك. نجم نحلموا باش نترشحوا لكاس العالم باش تهز كوب دافريك. فهمني الله يرضى. شاك اتليت في اي سبور معين لازم يكون عنده طموح اللي هو لازم يكون الاول في العالم باش ينجم يوصل اللي يحب عليه. كلمه الاخرى ان شاء الله بلادنا في المستقبل تكون خير من هكا، وان شاء الله نرتاحوا من الفتن اللي قاعده في البلاد هذيا، وان شاء الله نقضيوا على تسكي شر معنا في البلاد، ونتمنى العلاء مستقبل كبير في لي كومبيتيسيون نتاعو فهمني، وانا نشجع وفهمني ونقف بجنبه كما عندي الكلوب عندي الجروب نتاعي كما نشجع في برشا صغار اخرين وقاعد نطلع في ابطال في المستقبل ان شاء الله فهمني. وبارك الله فيكم على الاستضافه هذيا، وان شاء الله في المستقبل نزيد ننوركم اكثر. شكرا جزيلا. علاء باش تحلم انت؟ شو تحلم؟ شو الحاجه اللي تحلمها لتونس؟ تونس كيفاش تحبها بلادك؟ شنو تولي بلاد بي، وشنو الكل اللي مفرددين مع بعضنا، وان شاء الله سي عيسى من بيوف قوس البطل، وان شاء الله بلادنا تركح وتقعد راس. يا عيني عليك، نمشيو الى الحلم العربي مع كورال المعالي. بالفعل وبالأحساس ونقوم بسمة ونجمة ودليل في طريق الناس.